ده انت داهية بقى، ده انت بتستحق كامل الاحترام. يا عم احنا ناس غلابة. غلابة مين؟ تخبط 400 باكو، الباكو فيه 1000 ليمونة وتقول غلابة؟ ده احنا حرامية كسر بقى. كسر؟ طبعا كسر. ده الحرامي مننا عامل منظرة يا دوبك يوم ما ياخد له شراب، تلفزيون، أي حاجة من على حبل غسيل، وأنت تهبد الهبدة في خبطة واحدة. قال أنت هتنق؟ نقي مين يا أستاذ؟ الله يبارك لك في الليمون. إيه حكاية الليمون دي؟ ده الاسم الكودي للجنيه لا مؤاخذة. حلو، تسمية حلوة. فعلاً الجنيه ما بيستحملش عصرة ليمونة. أنت بتعمل إيه؟ حكم. تكنس مين؟ تكنس مين؟ انت ما تكنسش، ده انت الاستاذ، ده انت الكوماندا. كوماندا؟ العفو يا معلم. معلم مين؟ ده انت زيد المعلمين. سلام مخصوص لقصة اللصوص. وسلام لزعيم البواكي. سلام لقصة الحرامية. سلام للزملاء الكركية. سلام لقصة الحرامية وسلام لإخواننا الكركية. البواكي حلوين حلوين، يا سلام يا حلوة. من قدك مين؟ من قدك مين؟ من قدك مين؟ انت كبير المتصيد، انت بتخبر واحنا نعيط. ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية. ناكل يامك على طعمية وانت الفراخ مية المية. اللز والفستق بتقنقش، واحنا بنتغدى حرنكش. واحنا بنتغدى حرنكش. دنيا هي الدنيا، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت تحت تحت، فيها اللي فوق فوق، فيها اللي تحت قرش تسوى قرش، معكش قرش ما تسواش قرش. والدنيا هي الدنيا، فيها الضعيف وفيها بكرش. قرش 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 قرش. والحرامي دايما هباش، الهباش عمره ما يعلاش. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. قلنا يا كبير الحرامية يلا الهبر عندك غية. احنا الاوباش الحرامية محفوظين مية المية. احنا الاوباش كرش 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 كرش. اهو ده الهجام ضربوه. يا سلام يا سلام. اهو ده الهجام ضربوه. يا سلام يا سلام. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده الهفاف ضربوه بيخاف. اهو ده النشال. اهو ده النشال. اهو ده النشال وكل اف وله حلال. وانا حرام العشة الفاضية فاضية فاضية فاضية. وده هبر الضربة القاضية. كرش 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 كرش. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة. في الصنعة دول عالم سكة 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 سكة. دول الحرامية الفكة فكة فكة فكة. في صنعتنا دول عالم سكة 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 سكة. ودول زمايلنا السكاك السكوا واحد ضيف شنطة وزقوا عجلهم على طنطة حبس لونطة. يابا عالم سكة بتوع الفكة. عالم سكة بتوع الفكة. صباح الخير سعادة الباشا. صباح الخير سعادة الباشا. سعادة الباشا انت بتكلم مين يا عم نجاتي؟ بكلم سعادتك انت. سعادتي؟ ايوه. خير. انا ليا طلب عن سعادتك. تحت امرك. انا عندي ولد لا مؤاخذة يعني دبلوم تجارة وبيشتغل في الحكومة. ربنا يخليهولك. ايوه بس سيادتك عارف يعني ان ماهية الحكومة مش ولا بد. وهو ابني الوحيد على 6 بنات وهيبقى العقل الوحيد بتاعهم واللي هينفق عليهم بعد منه. ربنا يخليه لك ويخليه. ويخلي سعادتك. بس انا عشمي في سعادتك يعني ان سعادتك لما تطلع بالسلامه ان شاء الله تشغله لي. قوي قوي عينيا الاثنين. طب لو سمحت سعادتك يعني كارت من سعادتك عشان يبقى يجي ليه لسعادتك. كارت؟ ايوه. بس ده لسه بدري. ايوه ما هي الايام بتجري بسرعه. على كل حال انا لسه ما طبعتش كروق. على العموم خليها بقى سعادتك. تسمح سعادتك يعني تقبل مني سجاره؟ قوي. انت
تشكر يا عم نجاد. شكرا يا سعد، شكرا. سلام. أول مرة لاقي سجان بيرش على مسجون. يا بركة الرزم. بصراحة أنا زعلان، الموظفين في المصلحة هزقوني عشان اتغنيت. يعني انت وانت فقير وزق وانت غني بيتزوق؟ دي طبيعتي يا شحاتة. المهم ما يكونش لاحظوا اي حاجة بالنسبة لموضوعنا. لا ما تخافش يا هلوتي، السر اتدفق في السجن مع رمضان. وعلى فكرة عايز اقول لكم حاجة، انتوا نمتوا على الموضوع ولا ايه؟ مش هنوزع فلوس؟ الله غريب مش بيشي. الله تنقصك حاجة يا راجل، ما احنا عايشين اهو فل الفل اهو. الله لسه واخد باكو ولا عايزني نفتري بقى؟ اعوذ بالله نفترق، ده احنا اصبحنا واحد. يا سلام عليك انت يا مثقف. بيقول لي مثقف؟ انا ساح يا جدع. انت احلى ساح يا جدع، ساعد لنا في الخير. ما تسعى انت وجيب لنا ازازه مليانه. يا سلام عينيا، خد فلوس وانزل اشتري ان شاء الله تجيب البحر بحاله. يا عم فلوس ايه؟ يا جدع خد. يا عم ده انا يا ابني فلوس كتير هنوديها فين؟ عم انا جدع ده من طجربان. هيقول لي خد اجمل يا بشبيش اجمل. الله امسك نفسك. على فين يا بشبيش؟ انا نازل اشرب من البحر، قصدي اشتري البحر. ما تيجي معايا شحطه؟ يا عم وانا شايف قدامي، روح انت. طيب خرع فين؟ الباب هو هنا. كل الطرق تؤدي الى المصلحه. قشطه. اهلا يا نونس. اهلا يا نوره حلوه. خواجه انا عاوز ازازه كونياك سكر بره. سكر بره؟ لا مؤاخذه، السكر بره. قال اصل كان عندي موظفين يطلبوا مني الخمره سكر بره، وناس منهم بقى تطلب الخمره كشري. كشري؟ كشري كشري. انا قصدي البتاع ده اللي بيشربوه على اولى ده، اللي اسمه الشاي. انت عايز شاي ولا خمره؟ شاي ايه يا راجل بقى، ما ربنا تاب علينا منه بقى. ما تبصش لمنظري، انا راجل محترم، اوعى تفكر ان انا كنت ساعي. اتفضل بقى يا استاذ. شكرا، شكرا جدا. وبعدين يا هلوتي هتعمل ايه؟ كله هيبقى في الحلاوة يا روح هلوتي. اول ما الباسبورتات بتاعت انا وانت تجهز نشوف لهم مصيبة نرميهم فيها، وانا وانت اكس على بره. امتى بس؟ قريب يا بنت، ما تقلقيش يا بنت. وانا معقول برضه ادي كل واحد فيهم التلت؟ دي ضربة العمر على رأي المثل. هو انا قلت لك ادفع؟ هو احنا مجانين عشان ندفع؟ كفايه اللي بصرفه عليهم. ايه اللي على الطريق ده؟ انت الظاهر قطاع الطريق. قطاع الطريق ايه يا اخي انت كمان؟ ادخل. هو ده اللي اشترى منك؟ ايوه يا بيه. الفلوس دي فلوسك؟ انا ما اعرفش عنها حاجه يا سعاده البيه. ما تعرفش حاجه عنها ازاي؟ ما هي من نفس الفلوس اللي لقيناها معاك. يعني ايه يا بيه من نفس الفلوس؟ فلوس ربنا كلها واحده لا مؤاخذه. انتوا جبتوا الفلوس دي منين؟ باب السما مفتوح يا سعاده البيه. والرزق بيحب الخفيه. تعرف تخرس؟ اخرس زي البيه ما قال لك. حاضر يا بيه، خرسنا.
ما لقيناش الهلوت يا فندم. ولا فلوس؟ ولا الفلوس يا فندم. خش يا مسجون. اتحرك يا اخويا. انت اسمك ايه وانت اسمك ايه؟ بس ما تقولش ايه. بس هنا محدش بيفتح بقه. انا ما فتحتش بقه بيه، انا خدامك. يا ابني هنا مفيش خدام بقه حد بيفتح. وضبوهم. مين؟ قصته رمضان. بس يا بس قرب له، ده طلع معرفه. ماشي، بس اديت اهو. خلاص خلاص، استراحه قصيره. وانت ايه اللي جابك؟ سرقت لك باكو شاي ولا كرسي مكسر؟ والله ظروف يا استاذ رمضان. تعالوا على الاستراحه يا ولد. هو ده بشبيش. انا ضربت ضرب. خد راحتك. ده ضربوني ضرب. ومين البقف اللي معاك دي؟ ولا مش معاه؟ معايا. اعمل لنا شاي يا ميمون. حاضر يا استاذ. وانا 50 اتشاف وكوبايه كبيره وكملها عدس يا ميمون. حاضر. الكابتن فتحي. ايوه ده مطرب. مطرب؟ ما هو ده اللي كان بيغني واحنا بنتوضب. لا ده اسمه فتحي السريح، ده اكبر هجام في مصر، معاه مفاتيح تفتح 11 مليون شقه. عقبال اولادك خارج افراج الجمعه الجايه، هو ميمون و مين؟ ايوه وده. ايه ده؟ وبقى خارج معاهم كمان. وانت ايه حكايتك بقى؟ احكي لي. حاجه بسيطه. ايوه ايه يعني؟ حاجة بسيطة. ايوه بسيطة. ايه يعني الحكاية؟ ايه؟ حاجة بسيطة يا استاذ رمضان. بس شفت العملية بتاعة تاني جد فايدة ازاي؟ فايدة كبيرة. مش كده؟ تنوروا. انا عايزك تعتبر السجن ده سجنك، انت واهلك واللي جابوك. خد راحتك، خد راحتك، وبعدين بحكي لي حكايتك ايه؟ ايه؟ والبقف ده معاك ولا مش معاك؟ معايا. خد راحتك يا بقف انت كمان، ولا يهمك. شفت الحظ؟ حظ زفت. ما نقعش غير في العنبر اللي في رمضان. ايوه حظ زفت. لو عارف اللي حصل هيعمل فينا ايه؟ انا عارف. اخ تبين عليه ليه قيمه كبيره قوي. هلا خدوا سجاير اهي. انا مش عايزك تعتل هم اي حاجه، لا انت ولا البقف ده. ايوه بس انا كنت عايز اقول يعني. كنت عايز تقول ايه؟ لا ولا حاجة. الشاي يا معلمة. تشكر. نخدمك في الأفراح يا أكبر هفاف. اتفضل. خد يا بشبيش. الله يخليك. وادي للبقف. اتفضل يا بقف. بس تعقيبا على التصريح الأخير بتاعك ده رمضان، أنا فعلا بقول إن حرب المدن دي فيها إسفاف. أصل الحكاية كلها هي روسيا وأمريكا. وهي روسيا وأمريكا واقعين مع بعض ليه؟ ليه؟ 100% في نسوان في النص. يعني 100. انا صدقني لما اقول لك يا سعاده الباشا. ايوه يا عم نجات. سعادتك مطلوب يا فندم. مطلوب ليه؟ اصل جت اشاره دلوقتي مكتب السيد وكيل النيابه، عايزين سيادتك بسرعه يا فندم. خير؟ والله مش عارف سعاده الباشا. بس انا مش فاضي دلوقتي يا عم نجات. الواد فتحي طالع افراج وعايزين نقوم بالواجب معاه. معلش يا سعاده الباشا. تعال على نفسك شويه يا سعاده الباشا. عن اذنك يا معلم فتحي. خد بالك من العيال دول الجداد دول اللي في حمايتك في رقبتي يا رمضان. ماشي. بس هيحفي النسوان في النص. صدقني رابريون بلابلت قال فتش عن الولية. لا انا اديني كنك. بس هنا محدش يفتح بقه. الجلسة بتاعت الجامعة. البشبيش محمد عبد الحميد وشحاته علي السيد.
واعترفوا بالكامل بالجريمة وجري البحث عن المتهم الثالث اللي معاه الفلوس. عشان كده جبت أمر من قاضي الأمور الوقتية لخروجك من السجن لحين إعادة محاكمتك وحصولك على البراءة. هو إيه قصده دي؟ قال الفلوس معاي وأنا سرقت الفلوس، شحاتة إيه وبشبيش إيه؟ يا ابني هي دي الحقيقة. حقيقة إيه؟ يا سعادة البيه أنا حرام، حرامي ابن حرامي، الفلوس معاي وأنا اتحاكمت وخلاص، وبنفذ دلوقتي مدة العقوبة، وبعد العقوبة ما هتنتهي هخرج واخد حقي، وعلى رأي المثل بصل بخمسة وخمسة ببصل. إنما تقول لي سيادتك أمور وقتية وحاجات مستعجلة وبشبشة، الحكاية أصلها هتضيق ومش مستحملة الحاجات دي كلها. أعمل معروف يا رمضان، أنا مهمتي إن أنا أجيب الحق لأصحابه، أنت ما سرقتش، يعني الحكاية هتبقى مجرد قضية إزعاج للسلطات وخلاص. ألا ما سرقتش ده إيه؟ حرامي أو أنت أنا يعني أكذوبة؟ يلا بينا بلاش الحاجات دي معايا، اعمل معروف وحياة ولاد، بلاش كلام كتير، افهم وركز. انت ما سرقتش واحنا خلاص عرفنا اللي سرقه. اتفضل خد عسكري. اتفضل ياخد مين؟ يا سعادة البيه انا حرام، حرامي انا سرقت 400,000 جنيه والفلوس في حوزتي والشنطه معايا والبابون تمام كله في الامان ورحمة امي انا حرامي، حرامي لسه اعلاني مختلس. هي البراءة بالعافية ما تستنى يا سيدي. انا مش حرامي يا دلوقتي، انا سرقت وبقول ان انا سرقت في حاجه دي؟ انا مش حرامي. ما تهدى بقى عمار، ما انت طلعت من غير اوانطي. اوانطي ازاي؟ انت كمان صدقت؟ انا عارف لك بقى. انا عارف ايه؟ ده حركات الحكومه بس ما تصدقش. انا حرامي وانا عارف انا عملت ايه. لو انت هتعمل احسن من الحكومه، اذا كان الحكومه نفسها بتقول عليك حرامي فشوش. انا بشوش؟ ايوه بشوش ونص كمان. يعني الواد البشبيش والدعف اللي معاه اكلوني الشاورما؟ انا عارف لك بقى، اهو خلوك المقلب السوخ، خلوا مني الليمون واكلوني الشاورما. شاورما ايه يا جدع انت؟ انا عارف، مش انت اللي بتقول انا مو انت تقول ليمون وشاورما؟ انا فاهم ايه؟ ازاي مش حرامي؟ ازاي خدوا مني الليمون واكلوني الشاورما؟ فاهمني الليمون وشاورما؟ ما انا قلت كل حاجه ساعتها. وابن الكلب الهلوتي ده هجيبه منين؟ ما اعرفش، هرب. هرب ومعاه كام؟ مع اغلبيه المبلغ. وده جيبه من ايه ده يا دي؟ لكن هجيب، هجيبه وهذبحه وهجيب الفلوس. عارف كل حاجه عنه ولا لا؟ ايوه بس من غير ضرب يا سعاده الباشا. طب قول له كمان، قول له كمان على صاحبته الرقاصه اللي اسمها هناء. ولما انت عارف ان في رقاصه وصاحبته اسمها هناء ما بتقولش ليه؟ ولا مستني تتضرب الاول؟ هقول يا سعاده البيه، ما انا كنت هقول لك. قول يا اللي مطلعني اكذوبه في قاعه هوا، انا تكسفني قدام المعلمين؟ ما عادش اللي يكسفك قدام المعلمين. الله يخليك يا كابتن. ماما كمان تقول حد كان يقول ان انا وانت نخرج في يوم واحد يا فتحي؟ معلش يا رمضان، ادي حال الدنيا. ده انا هتقهر. لكن هيروح مني فين للاسم الهلوتي دي؟ يقول لك الحكومه دخلت عليه ما عرفتش تجيبه. لكن انا هجيبه ان شاء الله، هجيبه. الا قول لي لو عوزتك اجيبك من ايه؟ احنا مكاننا معروف. فين؟ قهوه البقر. قهوه ايه؟ البقر. البقر فين دي؟ حارة الكلب. حارة الكلب؟ ناصية النتن. ناصية النتن؟ قهوة البقر حارة الكلب ناصية النتن. ودول كلهم في ايه؟ كلود بيه. كلود بيه؟ كل الامكانيات تحت امرك. منور يا وباب. ربنا يخليك في رمضان. الحمد لله على السلامة يا ميمون. الله يسترك يا سلام رمضان ويخليك يا رب. عجوه
حطين لي عجوه يا ولاد الكلب. طب ده انا حتى ما بحبش العجوه. كنت حطوا بطيخ يبل ريقي. عجوه. طيب طيب رمضان مش معقول. ازيك يا رمضان؟ الحمد لله على سلامتك. وحشتني وحشتني قوي قوي. وانت كمان. يا سلام، انا مش مصدقه عينيا. الله، مالك يا رمضان؟ واكل عجوه. واكل ايه؟ عجوه. طب تعال 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 معايا. يا اهلا وسهلا، يا الف مرحبا، اهلا بخطيب بنتي وجوزها. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اهلا يا روحي، انا كنت عارفه انك هتطلع من هذه الصحراء من العجينه. اطلعي عليا هات الفراخ واتبعيها. لا مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ طب ده اليوم اللي كنا مستنيينه بفروخ صبر. يا لهوي، ازيك يا حبيبي وازاي الفلوس؟ يا اختي انت ساكت كده ليه؟ هي الفرحه جات لك بالزهده ولا منك هتبقى بقى من اصحاب الالوفات؟ يا سيرتي لا الوفات ولا حاجه. اطلعي علي هات الفراخ كلها. هو احنا ربينا الفراخ اللي عشانه؟ علشاني؟ كنت هتربيها 7 سنين علشاني؟ على كل حال مفيش داعي. مفيش داعي ازاي؟ انت اصلك تعبان، خش استحمى وقوام قوام هحضر لك الغدا. لا انا هطلع فوق. فوق فين؟ ده لا يمكن، متلكن. تطلع فوق ازاي بس يا رمضان؟ هي دي معقوله؟ هو انا هسيبك؟ ده انا مش هسيبك ابدا. انت هتقعد معايا هنا؟ اطلعي عليا هات الفراخ. هات الفراخ يا اختي واذبحيها. اطلعي يا حبيبتي، اطلعي يا روحي، اطلعي يا اختي. اخيرا ربنا هيغنينا. يا رمضان يا رمضان، الحياه مش فلوس. فعلا الحياه مش فلوس، الحياه عجوه. ايه عجوه؟ الحياه عجوه. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. جيلي عليها الحاجه دي. حاضر. اهلا وسهلا. ده ايه النور ده؟ منور الدنيا كلها منوره. ده نوري. اي والله نوري. الواحد يتكلم الصراحة. نورك. كنت بقول ايه يا حماتي؟ قول يا عيون حماتك. بالنسبة للفلوس يعني. ايه هتروح تجيبهم؟ اجيبهم من ايه؟ من الحتة اللي كان دكنهم فيها. يا واعي يا هراري. لا ما انا ما اقدرش اجيبهم دلوقتي. ليه؟ انا الاوان تتمتع وتلبس وتعيش عيش المليونات. لا ما انش الاوان ولا حاجة. مهاني علشان ابقى واعي وقراري زي ما بتقولي وعيش عيشة المليونيرات ما اقدرش اظهر الفلوس دلوقتي يا حماتي يا حلوة، لان العينين مفنجلة عليا قد كده. طب والحل؟ 5 6 اشهر بالكتير نعيش فيهم عادي خالص لغاية العينين ما تبعد عننا ويزهقوا ويسيبونا في حالنا. ساعتها نطلع المتدكن ونديها نديها بقى. يا جماعة ليه الرعب ده كله؟ ما ترجع الفلوس ونخلص يا رمضان ونعيش عيشة عادية. تجند يا بنت دي. ارجع الفلوس ازاي واللي عملته ده كله يطلع فشوش؟ لا علي، انا هاخد حقي. شوف يا حماتي، عايزه تقفي معايا للاخر انا خدام. ده انا اللي خدمتك يا ابني وموافقك على كل اللي بتقوله. انا هرسم الجو دلوقتي وبعد كده نطلع المستخبي ونعيش المنجاه في اوانها. اموت انا في المنجاه في اوانها. ثانيه واحده. خد يا سي رمضان. ايه دول؟ 1800 جنيه. خدهم يا حبيبي اتبحبح بيهم لحد الجو كده ما يروق. ما ينفعوش. ليه؟ ما انا علشان المساء تنام في الدرة هفتح مكتب. مكتب ايه؟ ايه؟ مكتب ايه؟ رمضان كل اعالي البحار، مكتب شغل وتجارة كده. انت مش قلت انك مش هتقدر تطلع الفلوس دلوقتي؟ ايوه طبعا، ما هو البركة بقى في ست الكل حماتي الحلوة دي. من عينيا يا ابني، بس منين؟ أنا كنت سامع إن أنت عندك نص فدان، ما تبيعيه. أبيع النص فدان اللي حلتي؟
طيب بلاش بقى. مفيش طريقه غير الفلامنكو ده. ما انا دلوقتي لما افتح مكتب واشتغل في التجاره ساعتها الفلوس الكتيره لما تظهر محدش هياخد باله، حطوه في الكازوزي. اه يا لئيم انت يا لئيم. مش كده؟ قلت ايه؟ حبيع يا ابني حبيع. يلا يا علي ندور على الحجه تحت الارض في الدولاب. يا ماما طولي بالك شويه. هي فيها لسه طول البال؟ خطيبك ده بيخطط للنغنغه، ده احنا هنغرق في الفلوس غرقان. تعالي. اه يا بنت الكلب لو كنت عرفت الحقيقه كنت قلعت اللي في رجلك واديتهم لي ازواجا وافرادا.